في خطوة لم تكن الأولى، أعلنت الولايات المتحدة نشر قدرات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط تصل خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تأتي دفاعاً عن لبنة المدللة إسرائيل ولتحذير إيران التي توعدت بأن الرد على إسرائيل حتمي وسيكون حاسماً ومدروساً وسيفوق تصور الاحتلال. إسرائيل التي تعتبر الولايات المتحدة حليفتها الرئيسة تخوض نزاعاً مع إيران وحلفائها الإقليميين منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر من العام الماضي، وإضافة إلى حماس تواجه إسرائيل أيضاً حزب الله اللبناني على حدودها الشمالية. من جهته أكد البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي يواصل القول بوضوح إنه إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو المجموعات التابعة لها هذه اللحظة لاستهداف الأفراد أو المصالح الأمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبها. ومن المقرر أن تشمل هذه القدرات العسكرية الجديدة وسائل دفاع ضد الصواريخ البالستية وطائرات مقاتلة وقاذفات قنابل B-52 وأنواعا أخرى من الطائرات العسكرية، على أن يصل العتاد خلال الأشهر المقبلة مع استعداد حاملة الطائرات أبراهام لينكولن للمغادرة. كل هذا وأكثر يدعو إلى الحذر من انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حرب أوسع. فهل لمجلس الأمن والقوة الدولية التي أصبحت متخاذلة في قراراتها دور في إنهاء الصراع واستباحة الأرض؟